بعدها عملت البرودكت، عايز اطلع الافريج بتاع التوتال سيلز بتاع الكيبورد والماوس. فعشان كده استخدمت هافينج ان البرودكت دوت يكون كيبورد زي الماوس الاسم بتاعه، وجروب باي برودكت عشان يظهر لي اسمه ايه ده، يعني عشان اعرف اظهر البرودكت اللي هو الكيبورد زي الماوس من غير ما يحصل مشاكل. ونفس الحوار هنا اهو في ليفل السؤال اللي تحتيه، يعني نفس الفكرة، بس 12 ده بقى اكبر كوانتيتي في الالكترونيك ستور، ويكون اللي يظهر كلهم برودكت. ليه بقى؟ عشان يجيب لي الماكس كوانتيتي بتاعت كل البرودكت، وبعدها السام كوانتيتي في المانس وكده، يعمل لي جروب باي مانس ان هو يجمع لي الكوانتيتي بتاعت كل مانس، يعني طلعت كام في البرودكت. يعني مثلا المانس الجناري مثلا كان في 15 حاجة في سنة، والسنة اللي بعديها 22 حاجة، فيحط لي 15 زائد 22 ويطلع لي يعني الصم بتاعها. و select city total sales ديت عشان اطلع اطلع اسم السيتي والتوتال سيلز، وفي نفس الوقت من التيبل اللي هو الكترونيك ستور، ويكون جروب باي السيتي عشان يظهر كل السيتيات، و having total sales اكبر من 200. ديت كان الشرط يعني اللي انا عايزه. وبعدها تحت هنا بقى انا عملت جوين، مش محتاج حاجة الجوين يعني اشرح فيها. عملت جوين ويطلع الحاجات ديت في الجوين نت، وخلي الحاجات ديت يعني يوزرز ويوزر نيم دوت يطلعوا، ومن الالكترونيك ستور كوانتيتي والحاجات ديت. وبس اهم حاجة ان هو يكون رايت جون جوين في اول واحدة او ليفت جوين في اول واحدة، ويكون معرف ايه اللي هيظهر لي على ايه اللي هيظهر مكان ايه. يعني هنا الكترونيك ستور دوت اي دي ايكوال يوزرز فوريجن اي دي دوت. انا كنت عارف الاي دي في التيبل بتاع الكترونيك ستور، وعارف الناس اللي هناك شارين ايه، فكنت بعدله على حسب ما انا عايز الفوريجن اي دي. ونفس الحوار تحت، بس اغير الليفت او الرايت جوين من هنا اخليه العكس هنا وبس. وانا اسمي وانا سني 15 سنة، والصف تلت اعدادي.